نحكم عند عبد العزيز حمني في جنان كورون شارع الشهيد ابو ليفه حلويات الشباب. كنصايبوا الشباكيه والمشتقات ديالها ما بين البريوات السيجار المقروت بليغه شباكيه حمراء ورقه بسطيله. المحل عندنا معروفنا بورقه بسطيله خصيصا في الموسم ديال المناسبه ديال شعبان ورمضان تكون الورقه على كوموند كثيره تكون فيها خدمه مزيانه تلقى اقبال مزيان. المحل هنا ما عند مده ديال طويله عند 10 سنين باش خدامين هنايا. عندنا كليان زوين ديال الورقه معروفه الورقه البسطيله هنايا. كنصايبوا شي ديال كوموند بغات مخرقه باللوز مخرقه بجلجلان مخرقه عاديه كاين البريوات سيجار باللوز كاو كاو فهمتي كتكون من نصيبوها من حبه حلاوه في العطريه ديالها حبه حلاوه النافع بلدي مسيبيسا جلجلان وكتبدا في العجين كتخلى الخالد كيتكلم بها السي احمد معاك السي احمد كيتخلف بك بالعجينه ديال الشباكيه كدوز مراحل كتعجن كدوز كتقرص عاد كتجرر من جرارة تدوز كتخبل من تخبل كدوز المقلة هنا عند السيد كدوز المقلة من المقلة تخرج العسل. هذا المراحل ديالها كتقدموها للكليان. الورقة غير دقيق كتعجبوها بدقيق ممتاز كتكملو الخليط غير بالماء غير قطرة الزيت شي حاجة قليلة الزيت فهمتي كتعجن كتخلط مزيان كيخلوها تستريح شوية كيبدا كيضرب فيها السيد هكا كما كتشوف دابا. المقروط كيتكون من الحبة السوداء صانونج كدير فيها جل القزبر كدير فيه قرنفل مساخن كيدير فيه جوج سكنجبير فهمتي كيتخلط تيجمع حتى هو كيبدا من العجينة ديالو كتقطع كيدوز كيدوز المقله العسل ديالك هو تيتعزل ليه العسل ديالو بوحدو والزيت ديالو بوحدو الحساب باش ما يتخلطش لك مع اللون تاع الشباكيه. لكن مع المياه هادوم تجربه في هاد الحرفه اللي كيخدموا فيها كاين اللي كيتجاوز عمر ديالو 8 سنين 9 سنين في هاد الحرفه يعني ديال صناعيه خدموا في الدار البيضاء خدموا في مدن فاس كان مدن فاس معروفين باش الشباكيه معلميه مع بقى معلم خدمه مزيانه تعجبني تنعطيه يخدم باش ما نلقاوش مشاكل مع كليان باش كليان نلقاو داكشي اللي باغي. في رمضان كاين كناخذ ديما من عند الناس الشباكيه وبريوات السيكار هما اللي كيعجبوني في رمضان وكيعجبو الدار هما اللي عزاز على الدار ياخذوا في شعبان ورمضان. واش غنقول لك كل شيء بحال هادي كله بحال كله زينه كل شيء مزيان. مقتاني والحلوى الشباكيه من عند الدراري عندنا هنايا حلوه الشباب كيمتازوا بحلوه رفيعه من جوده عاليه الدراري تبارك الله خدامين. الشباكيه زاليه بزاف والبريوات كيعجبني كل شيء خصوصا الشباكيه بريوات كيكون كتعتبروا وصفه اساسيه في المائده المغربيه في الفطار. الشباكيه نصيبوها في الدار احسن نصيبوها في الدار احسن. لا كنصوبها هي كنصوب مقروط كنصوب كل شيء في الدار. لا كنصايبها وحتى الا بغا شي واحد كنصايبها ليه. ما كناكلهاش في رمضان انا هو اللي كياكلها انا ما كنقلبش لها كاع في رمضان نهائيا. معلوم لان هي الحلوى ضروريه في المائده ومع ذوك السكريات اللي تتحرق وراء الانسان ضروري خصو ياكل حلوى اللي يدير وخصوصا السيد هو اللي تتخدم من عنده لان هو يا وهذا لكن قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المواد في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديرو جيم.